لأن تنويع الأساليب يعني يذهب الملل ويذهب السآمة. لكن هناك صنف آخر من الناس فيه نوع عناد ونوع نفور، فهذا يجادل، ولكن يجادل بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله بالحكمة هذا هو الأصل الذي يستعمل في جميع أوقات الدعوة وأماكن الدعوة ومع جميع المدعوين. عشان مقصود من هذا يعني كان يمكن أن يكون أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لا يتغير، خطاب مباشر تقريري إنشائي. لك المثال اللي المقصود به هو التيسير والإفهام، وحتى هو ما فهمتش فحق لي أن أبكي، حق لي أن أعزي نفسي. يعني والترغيب يكون بأمور عاجلة وبأمور آجلة. بأمور عاجلة يعني من البركات التي تحصل للمتقين في الدنيا فيتمتعون بها، وبالبركات التي تحصل لهم في الآخرة في الجنة وفي السبق إلى المنازل وإلى الدرجات العلى. فإذا كان مثلا هو تارك الصلاة ولكن يطوف بالقبر يرجو عطاءه ويتبرك به، فإنك تأمره بالتوحيد وتنهاه عن الشرك، فهذا أولى. لما نزل الأمر بالحجاب ما تلكأت النسوة ولا سوفنا ولا أجلنا، لا يقولش تنقتنعو تن من بعد تن كبرت تن دير تن تزوج تن طلق تن، لا ما داروش هذا الشيء كله. نزل الحجاب صافي الحجاب كل شيء تغطى. يقول ودي لا ما تخلعوش عباد الله وما تذكروش كذا، تهضروا على عذاب القبر وتهضروا على جهنم، لا بالعكس هضروا على الجنة وهضروا على نعيم القبر، ما تهضروش على ذاك الشيء. فالنخلة تشبه المسلم لأن فيها خيرا كثيرا لا يرمى منها شيء، كاين شي حاجة اللي ما صالحاش في النخلة. طيب قضية المداراة تختلف عن المداهنة، لأن المداراة تكون في الدنيا والمداهنة تكون على حساب الدين. قال إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء فحشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي هيأ أسباب هذه المجالس، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم وأن يلهمنا شكره عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة الكرام، سيكون كلامنا في هذه الليلة المباركة عن أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. والأساليب هي طريقة الخطاب وكيفية الحوار والتعبير من اختيار الألفاظ والكلمات ونحو ذلك. وطبعا الأساليب تختلف عن الوسائل، وبعض الناس ربما خلط الوسائل بالأساليب، فالوسائل هي التي يتوسل بها إلى الدعوة إلى الله عز وجل، كاستعمال الخطب والكتب والرسائل والندوات والمحاضرات، هذه وسائل. لكن الأساليب هي كما ذكرت طريقة الخطاب وكيفية الحوار والتعبير التي تستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. والكلام إن شاء الله تعالى سيكون حول بعض هذه الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشد. ولا شك أن من يريد أن يتكلم في هذا الموضوع يبدأ بآية جامعة في كتاب الله عز وجل تبين المبدأ الأصيل في قضية الأسلوب
الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن يدعو بعده. فقال الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، وبين له أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في نصابه، ولذلك العرب يقولون: أحكمت الشيء، أي وضعته على وصف لا عيب فيه. أحكمت الشيء أي وضعته على وصف لا عيب فيه، يعني الأمر المحكم هو المتقن. الله عز وجل وصف كتابه بذلك، يعني كتاب أحكمت آياته فلا تجد فيها عيبا ولا شيئا من العوج. فالحكمة كما عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه الحكمة، هو أن تختار القول المناسب في الوقت المناسب على الوجه المناسب، فهذه الحكمة. وطبعا ليس كل الناس حكيما، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتلاحظون أن الله عز وجل لما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة لم يصف الحكمة، لم يقل بالحكمة الحسنة، لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، الحكمة لا تكون إلا حسنة. لكن لما ذكر الموعظة وصفها بالحسن: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن الموعظة قد تكون غير حسنة، قد تكون الموعظة غير حسنة، وما أكثر من يعظ الناس بطريقة فيها شدة وبطريقة فيها خشونة. وقارنوا بين مواعظ بعض الناس ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تؤثر في القلوب. ولذلك جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا أثر موعظة النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب أصحابهم وعلى أعين أصحابهم. يعني كيفاش تأثروا الصحابة رضي الله عنهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والموعظة هي يعني الخطاب المقرون بالتخويف، الموعظة هي الخطاب المقرون بشيء من التخويف. إذن ربنا عز وجل أمرنا بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. فالعلماء يقولون بأن الدعوة إلى الله بالحكمة هذا هو الأصل الذي يستعمل في جميع أوقات الدعوة وأماكن الدعوة ومع جميع المدعوين. يعني أي واحد بغينا ندعوه، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، وجيها أو ضعيفا، يعني مهما كان حاله ووصفه وسنه ومنزلته وقدره بين الناس، فإننا ندعوه بالحكمة. عندنا يعني الحكمة تكون مصاحبة للدعوة في كل مجالاتها وفي كل أحوالها. لكن بعض الناس يحتاج إلى الموعظة الحسنة، بعض الناس يحتاج إلى الموعظة الحسنة. فمن الناس من يكون غافلا، من الناس من تغلبه شهوته على فعل الحرام أو ترك الواجب، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، يدعى بالموعظة الحسنة. لكن هناك صنف آخر من الناس فيه نوع عناد ونوع نفور، فهذا يجادل، ولكن يجادل بالتي هي أحسن. وانظروا بارك الله فيكم كيف فرق الله عز وجل بين وصف الموعظة ووصف الجدل. قال: والموعظة الحسنة، لكن في الجدل قال: ويعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فاستعمل اسم التفضيل. يعني لم يقل بالجدال الحسن فقط، بل بالتي هي أحسن.
فينبغي لمن تصدى لدعوة المخالف والشارد أن يدعوه بالتي هي أحسن، أن يتحرى في اختيار العبارات وفي اختيار الكلمات، يعني ما يصل به إلى مقصوده، لأن المقصود الأعظم من كل هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان إيش يقصد بهذا الشيء كله؟ الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. فيستعمل الأساليب الحسنة والأساليب التي وصفها الله عز وجل بأنها أحسن الأساليب حتى يصل إلى مقصوده. وليس غرض من يدعو إلى الله عز وجل إن كان صادقا في دعوته مخلصا في ذلك أن يكون له حظ من حظوظ النفس، ويريد أن يظهر مكانه وأن يرى علمه وأن يظهر فضله على غيره من أهل الجهالة وأهل الفساد. إذا كانت النية هذه فلا خير في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان القصد دياله هو باش يظهر بأنه عنده علم أكثر من غيره وبأنه أتقى من غيره، فلا حظ له في الأجر ولا في المثوبة. إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا الموعظة الحسنة تجمع كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى بين الترغيب والترهيب وبين النذارة والبشارة، فكل هذا يدخل في الموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسن، يعني كما قلت يختار فيه أفضل العبارات وأرقها. ولذلك لاحظوا بأن الله عز وجل لما رد تكذيب المعاندين لرسله عليهم الصلاة والسلام ذكر كلاما ليس فيه التصريح بضلالهم ولا ببطلان ما أتوا به، فقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وطبعا هذا أمر لا يمكن أن ينكره عاقل، إذا كان القولان كما ذكرنا في مناسبة سابقة، إذا كان القولان متقابلان متنافران متضادان لا يمكن أن يكونا صوابا جميعا، يعني واحد القول وقول آخر يخالفه ويكونان صوابا جميعا لا يمكن، كما قال أشهب رحمه الله تعالى تلميذ مالك وذكر عنه ذلك، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان يعني الكتاب بيان العلم وأهله، بيان فضل العلم وأهله وما ينبغي في روايته وحمله. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني من يطيق هذه؟ كتخاطب مع شي واحد اللي مخالفك وتقول له شوف راه ما يمكنش نكونوا بجوجنا على الحق، واحد فينا مخطئ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه على حق لأنه لا يتكلم إلا بوحي، لكن أن يجعل في خطابه نحو هذا الكلام هذا من الجدال بالتي هي أحسن كما ذكر العلماء. يعني إما أنا على هدى وأنتم على ضلال، وإما أني على ضلال وأنتم على هدى، لأن الأصل في الصادق أن يكون معتقدا أن ما يدعو إليه وأن ما اختاره وما اعتقده هو الحق، لكن يعني مخالفه يأتي بالباطل الذي يحتمل أن يكون حقا، كما قال القائل يعني قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا بأنه على الحق ومع ذلك قال كما أمره الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني طيب أنتم تصوروا معي بأن هاد المشركين الذين عاندوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، هذا ليس فيه صد وليس فيه تجريح وليس فيه وصم بشيء من القبح، صافي واحد فينا مهتدي واحد فينا ضال، واحد فينا مهتدي واحد فينا ضال، إذن هذا من الأسلوب الحسن في الجدال. يقول الله عز وجل وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة
فيما كنتم فيه تختلفون. وطبعا من الجدال بالتي هي أحسن الإعراض عن كثير مما يصدر من المخالف، هذا من الجدال بالتي هي أحسن. لأن احنا اش كنشوفوا الآن حينما يتجادل اثنان فيتمسك أحدهما بكلمة بدرت من صاحبه حتى ينصرف الحوار والنقاش والجدال عن صلب الموضوع، كيتناقشوا في مسألة عقدية أو في مسألة فقهية أو في مسألة أصولية أو سميها ما شئت، فكيبقى يتكلم معاه كتصدر منه واحد الكلمة يقول لي هذيك الكلمة اللي بغيت، علاش تقول هذه وعلاش تقول هذه وعلاش تقول هذه. فمن الجدال بالتي أحسن هو أن يترفع المجادل عن الكلمات التي لا يحصل منها مقصود، وإنما توغر الصدور وتزيد في النفرة، لأن حتى قضية الجدال راه المقصود بها إيش؟ الوصول إلى الحق والدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الشريعة. حتى إذا جادلت مخالفا فإن مقصودك الأعظم هو أن يفيء وأن يرجع إلى الحق. يعني ذكر العلماء كثيرا من الوسائل، ومن أهمها وأبدأ بها قضية التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. وقضية التدرج يعني أسلوب مستعمل في القرآن وحتى في يعني تاريخ التشريع، حينما يذكر العلماء يعني مسائل التحريم ومسائل يعني فرض الواجبات، فإن ربنا عز وجل يعني استعمل هذا الأسلوب اللي هو التدرج في فرض الأحكام والتدرج في تحريم المحرمات. فلم تنزل هذه الفروض جملة واحدة، وكذلك لم تحرم المحرمات جملة واحدة. ماشي الإسلام جم معروف كله من الأول، ها هي الواجبات وها هي المحرمات، وإنما نزل ذلك شيئا فشيئا. والتدرج أيضا يقتضي البداءة بالأهم فالمهم، البداءة بالأهم فالمهم. ولذلك ربنا عز وجل أنزل أول الإسلام صورا من القرآن فيها ذكر الجنة والنار، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر أثر جليل ويعني فيه من الفوائد الشيء الكثير. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. إذا اش كان في الزمن الأول في فترة يعني النبوة الأولى في مكة اش كان؟ ما كان لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة لا ولو، وإنما كان الإيمان. ولذلك هذه من الأمور التي يعلم بها الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فإذا كان القرآن يتحدث عن أمور الاعتقاد، عن ذكر الجنة والنار والمعاد ونحو ذلك، فإن هذا دليل وإشارة على أنه قرآن مكي. وإذا كان القرآن يتكلم عن الأحكام وعن المعاملات وعن الحلال والحرام، فهذا أيضا إشارة إلى أنه من القرآن المدني. إذن من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة من المفصل، لعلها المدثر كما في بعض الروايات، فيها ذكر الجنة والنار. قالت رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذا لاحظت بأن قضية التدريج حتى في التشريع هي مسألة معروفة ومذكورة في كتب السنة. أضف إلى ذلك أن قضية التدرج في الدعوة يعني تؤخذ أيضا من حديث معاذ المشهور، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا تدرج وبدأ
بالأهم، لأن أهم شيء هو قضية التوحيد، أهم شيء هو قضية التوحيد. فلا خير في من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان لكنه على عقيدة باطلة، لا خير فيه. فلا بد من البدء بهذا، فالله عز وجل بدأ به، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بدأ به، وكان في مكة يطوف على المشركين في نواديهم وفي أسواقهم ويعرض عليهم الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن قضية الفترة المكية جلها كانت مخصصة لزرع التوحيد في نفوس الناس، لزرع التوحيد في نفوس الناس. هنا معي أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كل كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. يعني كانت كنزل السورة كيتعلموا الحلال والحرام أوامر والزواجر وما ينبغي أن يوقف عنده، قال كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا، هذا ابن عمر من الصحابة ويتكلم في عصره، حتى تعلموا بأنه يعني قضية التغير تكون سريعة، مجرد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي جلة الصحابة بدأ شيء من التغير، بدأ شيء من التغير. يعني الصحابة يحكون هذا، من عاش منهم وعمر فإنه يحكيها. قال ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل، فينثره نثر الدقل. يعني الإنسان من اللي كيتعلم القرآن ويحفظ القرآن وليس له اهتمام بما ذكر في القرآن من الأمر والزجر والحلال والحرام والوقوف عند الحدود وعدم تعديها، فإنه لا ينتفع بالقرآن، وينثره نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، يعني رديء الدمر، يعني فاش كيكون الإنسان كيأكل إذا أوتي بعذق من تمر كيبقى يختار هذه الطيبة مزيانة وهذه كتلقاها مكمشة ما فيها ما يتشف كيزدو وينثره. إذن هكذا يتعاملون مع القرآن إذا لم يؤتوا الإيمان قبل القرآن، إذا لم يؤتوا القرآن قبل الإيمان قبل القرآن. وطبعا الصحابة لا يخفى عليكم أنهم كانوا يتعلمون الأمرين جميعا، كما جاء في أثر أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. قال فتعلمنا القرآن والإيمان معا، تعلموا القرآن وتعلموا الإيمان. لذلك هذا الفصل النكد الذي وجد في هذه الأعصار بين القرآن وبين العمل، هذا يعني في الحقيقة من أعظم الرزايا التي أصابت المسلمين في مقتل، فجعلوا القرآن بضاعة، كما قال الحسن رحمة الله عليه: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا، أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. القرآن نزل الله عز وجل باش الناس يعملوا به، وهما جعلوا تلاوة ديال القرآن هي العمل، هذيك الصنعة ديالو، واش كدير؟ كتقرأ القرآن. فالقرآن إنما يقرأ من أجل أن يعمل به، من أجل أن يعمل به. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني
هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار. هذا أيضا مقصود به التدرج، وأنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، فلا يهجم عليهم مرة واحدة فيلقي الأحكام كلها في وجوههم، وإنما يتدرج معهم. مثلا لو أتيت رجلا شاردا وقد ارتكب أشياء كثيرة، فإنك تبدأ بلهم. واحد الإنسان تارك الصلاة، يشرب الخمر، يفعل يفعل يفعل، فتختار أهم الأمور التي ضيعها فتأمره بها. فإذا كان مثلا هو تارك الصلاة ولكن يطوف بالقبر يرجو عطاءه ويتبرك به، فإنك تأمره بالتوحيد وتنهاه عن الشرك، فهذا أولى، لأنه لو أقام الصلاة بعد ما كان تاركا لها فلا ينتفع بذلك، وهو مقيم على التوسل بمن لا يبدي ولا يعيد. هذه أمور لا بد من أن يفقهها المسلم. لذلك لاحظتم بأن الصحابة لما كانت يعني منهجية أخذهم للقرآن منهجية صحيحة انتفعوا، فكانوا بعد ذلك إذا نزلت الأحكام لا يجدون عسرا في اتباع ما دلت عليه، ولات القلوب ديالهم مستعدة ومنقادة وخاضعة، إذا أمروا ائتمروا وإذا زجروا انزجروا، فقط ما بقاش عندهم شي مشكل. كما وصف الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بقاش المشكل. وهذا يعني يلاحظ حتى في قضية التدرج، ما دمنا في التدرج، لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر على مراحل كما تعلمون، لأن شوف هذه المعصية اللي كانوا الناس عليها وكانوا يعتادونها وكانوا يشربون الخمر صباحا ومساء ويتغزلون بالخمر في أشعارهم، كاين الصابوح وكاين الغابوق وكاين كذا، فنقلهم الله عز وجل بالتدريج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كاين فيهم شي منفعة، منفعة مادية وكذا، هذا ما قيمة، ما كاينش تحريم. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحرمت الخمر؟ ثم رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم بين لنا في القرآن في الخمر بيان شفاء أو بيانا شافيا. فنزلت الآية التي بعدها: لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكذلك قال: اللهم بين لنا في القرآن في الخمر بيان شفاء. ثم نزلت الآية الفصل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هل تردد الصحابة بعد هذه الآية؟ ما تردد، قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. إذن حينما يكون الإيمان قد استقر في القلوب فإن النفس لا تجد عسرا ولا صعوبة في الانقياد لأمر الله. لما نزل الأمر بالحجاب ما تلكأت النسوة ولا سوفنا ولا أجلنا، لا كيقولش تنقتنعوا تن من بعد تنكبر تندير تنزوج تنطلق لا ما داروش هذا الشيء كله، نزل الحجاب صافي الحجاب كل شيء تغطى، هذا أمر الله عز وجل، نحن عبيد ومولانا سيدنا سبحانه وتعالى يأمرنا فنحن نأتمر، هذا شأن العبد الطيع لسيده أنه يستجب. ولكن إذا كان قد سبق إلى قلبه الإيمان واستقر فيه فإنه يثمر عملا وخضوعا وانقيادا. من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب السؤال والجواب، أسلوب السؤال والجواب. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه، لأن شنو نقصد بالأساليب كما قلنا؟ هو اختيار العبارة، لأن تنويع الأساليب يعني يذهب الملل ويذهب السآمة. عشان نقصد من هذا يعني كان يمكن أن يكون أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لا يتغير، خطاب مباشر تقريري إنشائي وصفي، لا الرسول صلى الله عليه وسلم نوع،
فلذلك كل من يريد أن تكون دعوته ناجحة لا بد أن ينوع في أساليب دعوته كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في السؤال كان مثلا أعطينا أمثلة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس في يوم عيد الأضحى في يوم النحر، قال أيها الناس أي يوم هذا؟ هذا أسلوب ديال السؤال والجواب، أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم، لا يفتاتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدموا، لأنه هو إذا كان يعلم اليوم واش يعني يوم النحر يخفى، كاين شي واحد عيد الأضحى غادي يختلط ليه بغيره مع ما فيه من المشاعر وما فيه من الأحكام والأعمال، لا يخفى على أحد. فلذلك من كيسولهم ما كيقولوش ورا اليوم العيد يوم النحر واضحة باينة، لا يتأدبون لأنهم يظنون أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أي بلد هذا؟ طبعا هو يسألهم وهو بمكة، فيسكتون أيضا، فيقول أليس البلدة؟ أليست مكة؟ فيقولون بلى يا رسول الله. فيقول أي شهر هذا؟ فيسكتون أيضا، فيقول أليس ذا الحجة؟ فيقولون بلى يا رسول الله. يعني أش المقصود بهذا؟ المقصود بهذا الأسلوب هو أن يشوقهم إلى ما يأتي، لأن المقصود هو ما يذكره بعد هذا وما يجعله شبيها بهذه الأمور التي لها قداسة مستقرة في النفوس. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شنو المقصود بهذا الأسلوب؟ لو أنه جاء وذكر الأمر مباشرة لم يكن له هذا الوقع الذي يحصل للسامع بهذا الأسلوب الذي فيه سؤال وجواب، الذي فيه سؤال وجواب. وهذا يعني فيه أحاديث كثيرة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ وعلمه شأن التوحيد، الحديث المعروف. وأيضا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. واحد شجرة ما كيطيحش الأوراق ديالها في الخريف، بحال الخريف بحال الشتاء الورق ديالها ديما معها، وهي راه بحالها بحال المسلم. فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد كيقول كاع الشجرة اللي تفكرها هو كيقول ياك ما هادي ياك ما هادي ياك ما هادي، وكلهم جانب الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، هي النخلة. فالنخلة تشبه المسلم لأن فيها خيرا كثيرا لا يرمى منها شيء، كاين شي حاجة اللي ما صالحاش في النخلة، يعني يصلح يعني جذعها وسعفها وتمرها ونواها وجمارها، كل شيء ينتفع به في النخلة، فهي مثل المسلم، المسلم لا أذى فيه وإنما كله نفع. وطبعا نقصد بالمسلم الذي فهم الإسلام والتزمه وطبقه. سيدنا عبد الله بن عمر قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لي يعني ما أرى من كبار الصحابة، القوم فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفي كذا، وبقي غلام. قال فاستحييت، حشمي يقول، فلما خرج من المسجد قال لأبيه لعمر بن الخطاب: والله يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: والله لو كنت قلتها لكان ذلك خيرا لي من كذا وكذا. إن الوالد يفرح بنبوغ ولده وبنجابته. الشاهد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويجيب، هذا يعني المعروف في أحاديث كثيرة: أتدرون ما من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته،
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن هذا أسلوب آخر من الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. هناك أسلوب آخر وهو الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري، لأن الاستفهام الأول السؤال الجواب، يعني سؤال ينتظر صاحبه جوابا، لكن الاستفهام الإنكاري لا ينتظر صاحبه جوابا وإنما ينكر بطريقة الاستفهام، ينكر بطريقة الاستفهام، مثل قول الله عز وجل أإله مع الله، أإله مع الله، وقوله سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك، يعني مش إحنا كننتظر واحد الجواب، وإنما هذا استفهام إنكاري. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الخطيب الذي أساء في كلامه قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، يعني ننكر عليه بها. إذن هذا أسلوب من أساليب الدعوة، كأنه يقول لا تقل هذا، ولكن جعل ذلك في أسلوب استفهام إنكاري، والقرآن مليء بنحو هذا الأسلوب. الأسلوب الآخر هو التشبيه وضرب المثل، التشبيه وضرب المثل، وهذا أيضا كثير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه فيه الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير، وهو الحداد الذي ينفخ على النار من أجل إلانة الحديد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة، يعني الحيرة، يعني واحد الشاة من كتكون ما عارفة فين تمشي، القطيع يتفرق، كتقول غادي نمشي مع هذه المجموعة ولا مع المجموعة، كتلقاه حيرة. هذا شأن المنافق، مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، مثل الشاة العائرة بين غنمين، يعني إنسان أخلص وجهه لله عز وجل، وآخر يعني شرح صدره بالكفر، والمنافق بينهما، المنافق بينهما، فهو كالشاة العائرة. ضرب هذا المثال ليبين حاله وتردده واضطرابه. وأيضا الله عز وجل ضرب أمثالا كثيرا، وهذه قد صنف فيها العلماء، ابن القيم رحمه الله له كتاب في الأمثال، جمع الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ووجهها وشرحها وبين يعني المقصود منها، وهو كتاب نفيس، يعني ينصح بالاطلاع عليه. يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذن ضرب الله عز وجل مثلا لمن يتمسك بدعاء غير الله عز وجل، فمثله كمثل الذباب، يعني حشرة حقيرة مهينة، هذا مثله كمثل الذباب، يعني لا قيمة له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعت هذه الآلهة على أن تخلق شيئا ضئيلا ولو ذبابا لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فهو الخالق ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل أيضا ضربه الله عز وجل لمن يتخذ الأولياء من دون الله، فكذلك العنكبوت اتخذت بيتا وهذا البيت لا يغني عنها شيئا لأنه فيه وهن وفيه ضعف، فكذلك من تمسك بغير الله عز وجل فلا يعني يغني عنه شيئا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،
مثل ضربه الله لعالم السوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم هذه المكلة التي يأكلها الإنسان، أتدرون ما مثلها؟ يعني شنو المثل اللي ضرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، هذه الدنيا الناس اللي كيتعلقوا بها ويتنفسوا من أجل جمعها ويقطعون الأرحام وربما يقتلون الأنفس ويرتكبون الحرام من أجل جمع هذه الدنيا. طيب ما قيمتها عند الله عز وجل؟ فاسمعوا إلى مثلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير، فلينظر إلى ما يصير، يعني كيكون الطعام شهي وربما تقضي المرأة ساعة أو أكثر في تهيئه وفي حسن طهيه وما كتخلي ما دير، دير هكا وتزيد هذه ودير التوابل والعطرية وما تخلي ما دير. طيب هل يبقى على حاله؟ لا يبقى، فلينظر إلى ما يصير. كيف يصير هذا؟ إذا دخل الرجل بيت الخلاء أعزكم الله فإنه يضع أصبعه على أنفه من نتن ما يخرج منه، إذن هذه الدنيا وهذا المآل ديالها، هذا مآل الدنيا التي اغتر بزخرفها كثير من الناس من الجهل. قال الله عز وجل أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هذه الأمثلة كلها تقرب المعنى، لأن المثال إنما شرع من أجل تقريب المعنى. حتى في الكلام ديال الناس العاديين اللي كيتكلم مع شي واحد في شي مسألة وكيحس بأنه يعني ما فهمش مزيان، كيقول له بلاتي غادي نضرب لك واحد المثال، واش تي كذا وكذا وكذا، وكيعطيه واحد المثال بأمور محسوسة يدركها ولا تخفى عليه، فينتقل من المثال إلى صلب الموضوع الذي كان يتكلم فيه فتنفتح المغالق أمامه، كتوضح لي الأمور بالمثال. كيقولوا بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. وطبعا من طبيعة المثل أن يكون سهلا بينا واضحا، هذه طبيعة في المثل، إذا كان المثل فيه تعقيد فلا يفي بالغرض، لا يفي بالغرض. لذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا وأغلق عليه أشكل عليه ما فهموش كان يبكي، كان يبكي لأنه فاته العلم، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا كان المثال اللي المقصود به هو التيسير والإفهام وحتى هو ما فهمتش فحق لي أن أبكي، حق لي أن أعزي نفسي. هكذا يعني قضية المثال أيضا من أساليب المهمة وهي يعني كثيرة في الكتاب والسنة، وإنما ذكرت بعض الأمثلة، مثل المؤمن مثل النخلة أو مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. شوف النحلة يعني لا تأكل الشيء القذر، تلقاهاش يعني النحلة تلقاها تأكل شيء حاجة قبيحة، تأكل الطيب، وحينما تضع أطيب الشراب اللي هو العسل. كذلك المؤمن إذا أخذ يأخذ الطيب، يأخذ الحلال، وإذا خرج منه شيء يخرج منه الكلام الطيب والفعال يعني الحسنة. هكذا المسلم، مسلم شبيه بالنحلة. الأسلوب الآخر هو أسلوب الترغيب، أسلوب الترغيب، وهذا الأسلوب يعني في القرآن منه يعني آيات كثيرة، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين يعني قائم على ترغيب الناس في الدخول فيه، يعني الترغيب في الدخول في الإسلام، الترغيب في التوحيد، الترغيب في فعل الخيرات، الترغيب في يعني التنافس في الدرجات وفي المنازل العليات، هذا كله يعني موجود بكثرة في القرآن. يعني ذكر الجنة، وصفت الجنة في آيات كثيرة من باب الترغيب. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني ترغيب ملي كتذكر لك الجنة وتذكر ما فيها من الأنهار ويصف الله عز وجل أنهارها واختلاف ما يجري فيها، لأن الأنهار اللي في الدنيا شنو؟ أنهار فيها الماء فقط، لكن هذه الأنهار منها ما فيه ماء، منها ما فيه لبن، منها ما فيه خمر، يعني لذة للشارب، ليس فيها ماء في خمر الدنيا مما يذهب بالعقول ويعني يصدع الرؤوس، لا، خمر لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، وأنهار أيضا من عسل مصفى. إذن هذا كله فيه ترغيب للمسلمين وللناس عموما بأن يعملوا لدخول الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يرغب الناس في الإسلام، فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا ترغيب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والقرآن أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا ترغيب. يعني والترغيب يكون بأمور عاجلة وبأمور آجلة، بأمور عاجلة يعني من البركات التي تحصل للمتقين في الدنيا فيتمتعون بها، وبالبركات التي تحصل لهم في الآخرة في الجنة وفي السبق إلى المنازل وإلى الدرجات العلى. يقابله أسلوب الترهيب، أسلوب الترهيب وهو أسلوب قرآني نبوي معروف، لأن بعض الناس لقصورهم في الفهم يعني يأنفون من أسلوب الترهيب، يقول لك ودي لا ما تخلعوش عباد الله وما تذكروش كذا، تهضروا على عذاب القبر وتهضروا على جهنم، لا بالعكس هضروا على الجنة وهضروا على نعيم القبر، ما تهضروش على ذاك الشيء. طيب هذا في كتاب الله عز وجل، هذا في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي فيها ترهيب شديد. يعني اش غنديروا احنا بهذه الأحاديث وبهذه الآيات؟ يعني لا شك أن هذا أسلوب وهذا أسلوب، ولكل طائفة من الناس ما يناسبها، كاين شي واحد اللي ما تنفعش فيه أساليب الترغيب، لا تنفعوا في أساليب الترغيب، ولكن إن رهب فإنه يخاف، وقد يكون ذلك زاجرا له ونافعا له، لأن هذه الأساليب كلها تنفع المدعو، تنفع المدعو. يقول الله عز وجل في قضية الشرك والإيمان: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، قطعت يعني فصلت، يعني فصلت لهم ثياب بقدر أعضائهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إذن هذه الصورة يعني في حقيقة فيها ترهيب شديد من الشرك، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا أيضا ترهيب من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها حتى لا يفتر عنهم العذاب. هذه الجلود اللي هي يعني موضع الإحساس بالألم، هي الجلود حتى في قضية الدنيا الآن هذا أمر معروف، يعني الآن إذا تجاوز يعني الجرح يعني الجلد فإن يعني الأعضاء الأخرى لا تحس بالألم، الألم كيكون في الجلد. فإذا نضجت جلود الكفار في النار فإن الله عز وجل يبدلهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب، ليستمر عليهم العذاب. ويقول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون في النار على وجوههم، يعني بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه، كيف يعني استبعدوا هذا، كيف يمشي الكافر على وجهه؟
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه بقادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. يعني الآن إحنا في العالم المرئي المشاهد الآن، يعني من المخلوقات من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، فما الغرابة يا ترى في أن يمشي الكافر على وجهه يتقي بوجهه الجنادل والحجر؟ لا غرابة في ذلك، ولكن هذه صورة بشعة، يعني ذكرت للترهيب من الكفر ومن العمل الباطل. من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعهدها في خطابه، في خطبه وفي مواعظه، قضية الإشارة بيده وبأصابعه وتغيير طريقة الكلام، هذه كلها من الأساليب المعروفة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. من اللي كيخطب ما كيخطبش بشي طريقة يعني واهية، لا. الآن يعني كتسمعوا الخطباء ربما يخطبوا خطبة يعني لا تحرك ساكنه، كيمشي الإنسان الجمعة كيجي النعس. علاش؟ لأن الخطيب لا يتفاعل مع الخطبة، ربما أمسك ورقة فأخذ يقرأها كما يقرأ يعني جريدة، فلا يتفاعل مع الكلام، فيعني يحس من يستمع إليه بأنه غير مقتنع بذلك الكلام، هو بنفسه لا مقتنعش بذلك الكلام، لأن الذي يقتنع بكلامه فإنه يتفاعل معه كيتغير النبرة ديال الصوت دياله وكذا، فاش كيذكر شي أمور اللي هي فيها تخويف كيتغير، كيذكر شي حاجة فيها تشويق يتغير، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وكان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، السبابة والوسطى، يعني ما بيني وبين الساعة إلا كما بين هذه وهذه من الطول. وأيضا قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني في الأجر، في الأجر والمنزلة، فهذا يعني يعظم يعني شأن كفالة الأيتام من باب الترغيب في ذلك. وأيضا في خطبة حجة الوداع لما أمر أصحابه ووعظهم وودعهم تلك الخطبة البليغة، قال في آخرها: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها في أصحابه رضي الله عنه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إذن هذه من الأساليب التي يعني يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأساليب أيضا الدعوية قضية الإقناع بالحجج العقلية، إقناع بالحجج العقلية، لأن الحجج الشرعية من الناس من يكون ضعيف الإيمان فلا يقتنع بها، ذلك إحدى الآن الأمور بعض يعني الدعاة يستعملون مسألة يعني قضية الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة، وهذا يكون له وقع كبير في نفوس ضعاف الإيمان، كتحدثوا بالقرآن وتحدثوا بالسنة ما كيتأطرش، ولكن حينما تأتيه بشيء مما ثبت يقينا بأنه المراد من كلام الله عز وجل، وأثبت العلم الحديث يعني صحته، طبعا احنا لا نشك في صحة ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن إذا ثبت ذلك وظهر واستطاع الناس أن يقفوا على حقيقته وأن يعني يظهره بشيء من العلوم والتجارب والاكتشافات وكذا، فإن ضعيف الإيمان يذعن لهذا. إذا قضية الحجج العقلية أيضا مهمة من الأساليب المهمة. وتعلمون أن العاص بن وائل كان من المشركين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عظما باليا، صوروا معي، جاب عظم راشي وجعل يفتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، أيبعث هذا بعدما أرم؟ يعني أتزعم أن ربك الذي تدعون لعبادته
يعيد هذا العظم كما كان. أنك تقول بأن الله يبعث من في القبور وينشئ الناس نشأة أخرى ويوقفون للحساب والثواب أو العقاب. طيب أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما أرم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف الإنسان خلق الله عز وجل من نطفة مهينة، ولكن لما استوى بشرا وصار له منطق وبيان صار خصيما لربه الذي خلقه، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا يعني من الحجج العقلي الذي لا ينكره إلا مكابر معاند، لأن إعادة الخلق أهون من النشأة الأولى. الآن لو أن إنسانا مخترعا اخترع آلة معينة، فهل يستطيع أن يصنع أختها؟ هذا أهون عليه، أليس كذلك؟ يعني يصنع أول واحد اخترع مثلا صنع السيارة ولا صنع الهاتف ولا صنع التلفاز ولا أي مخترع، فلا شك أنه وجد صعوبة في أول يعني اختراع، ولكن من بعد صارت الأمور هذا ينقل من هذاك الشيء وهذا، ويأتي غيره ويطور ويعدل، والأمر سهل. إذن ربنا عز وجل الذي خلق الخلق أول مرة فلا يعجز عن إعادة خلقه ثاني مرة. واش اللي خلق من نطفة من ماء مهين يعجز أن يرد العظم الرميم، أن يرده صلبا كما كان، وأن يكسوه لحما كما كان، وأن يبعث صاحبه بشرا للسؤال والعقاب أو الثواب؟ هذا أمر هين. وطبعا حينما نذكر هذا لا نعتقد أن بين الأمرين يعني فرقا بالنسبة لله عز وجل، فالكل على الله عز وجل هين، وإنما هذا من القياس الذي يذكره العلماء لا غير. طيب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الخير قال: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم صدقة، إذا أتى أحدكم أهله فهذا صدقة، يعني عنده الأجر. فتعجب الصحابة فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أنا أستعمل معهم قياس حجاج عقلي، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلها فيكون له أجر، فيكون له أجر. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية العدوى: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، يعني أن العدوى لا تعدي بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل. يعني كيقول لك بأنه هذا كان مريض وعاد فلان، يعني المريض لا يعدي فلانا، وإنما الله عز وجل الذي قدر أن يمرض الثاني كما مرض الأول. فجاء يعني أعرابي فقال: أرأيت البعير الأجرب يكون في الإبل فيجربها؟ كتكون الإبل بيضاء كالظباء سليمة ليس فيها أذى، وكيجي واحد جمل فيه الجرب، غير كيدخل كتولي كلها مجربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ إذا كانت العدوى يعني تؤثر بذاتها، من أعدى الأول؟ إذن هذا حجاج عقلي، فالعدوى لا تضر بنفسها ولا تؤثر بنفسها، وإنما الله الذي يقدر. حكى المسائل يعني الصروف التي يعني تنوب الإنسان كلها من هذا القبيل. فالسحر لا يؤثر بذاته وإنما بتقدير الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي تأثير العدوى بنفسها. وأيضا المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها
يعني كانت نذرت أن تحج ولم تقضي الحج. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ إذا كان شي حاجة ديال الدين على الأم ديالك واش تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وأيضا مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، مناظرة الشهيرة، ما نتكلموش عليها طويلة، ناظرهم بالحجة لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، فاستأذن ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عمي يعني أبطئ بالصلاة حتى آتي القوم فأكلمهم. فقال: افعل. فأتاهم فكلمهم وناظرهم فأفحمهم بالحجة، أفحمهم بالحجة. والقصة ديال الغلام أيضا من هذا القبيل، قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لي في الزنا. قال: إذن لي في الزنا. طبعا هذا يعني شوف دابا قضية الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني قبل الأمر ولم يغضب ولم يشتم الشاب ولم يسبه ولم ينتهر، وإنما قال له: أذنوا. فدنا منه شيئا فقال: أذنوا. فدنا منه شيئا فقال: أذنوا، حتى كان عنده فقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق. وخاك يذكر له المحارم ديالو من النساء وكل ذلك يقول: لا والذي بعثك بالحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا بناتهم وكذا. فوضع كفه على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فالراوي يقول بأن هذا الشاب يعني ما رؤي فيه شيء بعد، وما صار يعني إلى شيء، يعني صار الزنا يعني أبغض شيء إليه. علاش؟ لأنه أقنعه بالحجة الواضح. من الأساليب المستعملة في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب القصص، أسلوب القصص. الله عز وجل قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله عز وجل يعني قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. وطبعا القصص في القرآن كثيرة، قصة يعني ذي القرنين، قصة صاحب الجنتين، قصص كثيرة في القرآن، قصة أصحاب الجنة. في السنة أيضا قصة أصحاب الغار وما فيها من فضيلة الصدق والإخلاص في العمل لله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل بالأعمال. هذه يعني قصة يعني مؤثرة وفيها فوائد بليغة. قصة الأقرع والأبرص والأعمى، يعني أرسل الله عز وجل إليهم ملكا يعني الأقرع أنكر، قال: هذا المال ورثته كابرا عن كابر. وكذلك قال الأبرص، لكن الأعمى قال: يعني هذا فضل الله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فكان في ذلك يعني فضيلة شكر الله عز وجل على نعمه وعلى آلائه. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أيضا فيها فضيلة التوبة إلى الله عز وجل وبيان سعة رحمة الله عز وجل، وأن العبد لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل. إذن هذا أسلوب آخر، هو أسلوب القصة في القرآن وفي السنة. أسلوب الحوار أيضا من الأساليب المعتمدة وفيها يعني نصوص كثيرة. اكتفي ب يعني أثر مشهور في السيرة، وإن كان يعني بعض العلماء يعني يذكرون فيه شيئا من حيث إسناده، لكن هو مشهور في السيرة. وتعلمون أن أخبار السيرة يستغنى فيها عن الأسانيد، لأن أحاديث السيرة وأحاديث التفسير والمغازي هذه يستغني فيها العلماء بشهرتها عن أساندها، هذا يعني مسألة معروفة عند العلماء. فجاء هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعثته قريش يعرض عليه عرضا مغريا، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لقبله وفرح به. قال: إن كان ما أتيت به إنما ترجو المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. إذا كان غرضك غير في الفلوس،
دعيت النبوة لأنك تريد الغنى، نجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثر نمالا، وإن كان غرضك النساء زوجناك من أجمل نسائنا، وإن كان غرضك الجاه والسلطة توجناك علينا ولا نقضي أمرا دونك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم مقالته، فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ شوف هذا أسلوب يعني فيه يعني تلطف كبير برجل مشرك، مشرك يعني باش تعرفوا الناس اللي كيبقاو يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذا، كان فظا، كان غليظا، كان شديدا كذا. شوفوا أسلوب ديالو، رجل يعرض عليه خطة يرى أنه ربما يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ يقول: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ عليه من سورة فصلت، فرجع إلى قومه، فلما رأوه قالوا: والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. يعني تأثر يعني بالقرآن الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قضية أسلوب ديال الحوار. هناك أسلوب أيضا يعني يذكره بعض العلماء، وهو قضية التعريض والبعد عن التصريح. تعريض، لأن الإنسان إن كان واقعا في شيء من الفسق أو في شيء من المعاصي، فيحسن بمن يدعو إلى الله عز وجل ويريد الخير له أن لا يسميه وأن لا يصرح باسمه أو وصفه، وإنما يذكر الكلام تعريضا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، في حديث أنس في النفر الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام، مع أنه أخبر بأسمائهم. علاش ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم علاش فلان وفلان وفلان وذكر أسمائهم؟ لا، قال: ما بال أقوام، لأنه إنما يريد بيان الاقتصاد في السنة والعبادة، بغي يبين لهم المنهج يعني تعبدي الذي كان عليه، ويريهم بأن خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا يهمه ذكر الأشخاص. هذا أيضا من الأساليب الدعوية. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه في قصة بريرة، لما يعني أراد يعني بعض الناس أن يعتقها واشترط الولاء، قال لك يعني اشترط الولاء له، يعني عائشة رضي الله عنها اشترط يعني البريرة من أجل أن تعتقها، هم اشترطوا الولاء أن يكون لها. فقال: ما بال أقوام يعني يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. وأيضا: ما بال رجال يحضرون الصلاة معنا بغير طهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. ما بال أقوام، إلى غير ذلك من النصوص. وفي القرآن أيضا الله عز وجل يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب شكون هما؟ لم يذكرهم الله، ستر عليهم، ما ذكر أسماءهم. وقس عليها كثير من الآيات: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقول الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فحديث كثير، آيات كثيرة. ومنهم من عاهد الله، إلى غير ذلك. شوف دابا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض ولا يصرح إذا كان الأمر يسوء صاحبه. إذا كان ذاك الإنسان إذا كان كي يعني يتضرر بالتصريح فلا يصرح بسه، لكن بالمقابل يسمي أهل الفضائل، يسمي أهل الفضائل. فجاء في الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، سماه هذه فضيلة ينبغي أن تعلن ويفرح صاحبها بها، هذا وسام يوضع على صدر الصديق رضي الله عنه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، أعلمهم بالفرائض، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا ذكر العشر المبشرين بالجنة، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم
لأن هذا في معرض ذكر الفضائل والمبشرات، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأن هذا من ذكر أهل الفضائل الذي يشرف أصحابه بذكر أسمائهم. من الوسائل الأساليب أيضا قضية المدارات، فالذي يدعو إلى الله عز وجل إن ابتلي بقوم من الأشرار فإنه يداريه مدارات. طيب قضية المدارات تختلف عن المداهنة، لأن المدارات تكون في الدنيا والمداهنة تكون على حساب الدين، فرق بينهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث الذي سأذكره. الحديث يعني أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بغي يدخل المجلس للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوته قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، هو خليه يدخل، الله يخليها سلعة، يعني تقريب المعنى خليه يدخل، هو يذكر في هذا الأمر هذا. فلما دخل ألان له القول، اللي دخلت تكلم معاه مزيان، ما سبوه ما شتموه ما قصح معاه الهضره ما قول. فلما خرج سأل الصحابة عن ذلك، قلت فيه ما قلت، ثم لما دخل ألنت له القول، قال إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الإنسان هذا إما تعامل معه هكاك ولا غادي يعني يروون الدنيا، فأنت تتقي فحشه بمداراته. ولكن هذه المدارات يعني هل انتقصت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ واش نقص شي حاجه من الدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نقص شيء، لانه انما اعطاه شيئا من الدنيا، اعطاه شيء كالذي يعطي مثلا مالا من اجل ان يتالف الاشرار، واحد انسان تيكون في هذا كيقول له وغيره خذها، فيعني هو كيحبسوا هذاك المعروف، ذاك المعروف كيولي كيوقف ليه فاش كيبغي يدير شي حاجه كيقول لك صافي كيسكت. هذه مدارات ليست مداهنة. اما المداهنة تكون على حساب الدين، مداهن كيخلي الإنسان شي حاجة في الدين في الشرع في التدين من أجل أن يرضي غيره، فالمدارات مشروعة والمداهنة محرمة. المدارات يعني كما قال القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. ذكر أن في حكمة لقمان، يعني لقمان معروف بالحكمة ويروون عنه أشياء، ومما رووا عنه أنه قال لابنه يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. حكمة يعني كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، يقول لي راه إذا جاب لك واحد الشر عطيت أنت الشر غادي تغلب وطفي، قال لك إذا كان صادق يجيب يشعل النار ويشعل النار وشوف شكون غادي يغلب، فليوقد نارا نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير ويطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وهذه قد نظمها بعض يعني للشعراء فقال وإذا عجزت عن العدو فداره وامزح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق. من الأساليب يعني في الدعوة إلى الله غادي نختموا بها إن شاء الله هي قضية إقالة العثرات، إقالة العثرات وخصوصا لأصحاب الهيئة، يعني شي واحد اللي يكون يعني معروف في القوم ديالو يعني عنده شأن، فهذا تقال عثرته، تقال عثرته إن بدر منه شيء إن أخطأ في شيء فإنه تقال عثرته، فهذا أسلوب يعني دعوي نافع وناجع. فيذكر العلماء في قصة حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه، طبعا حاطب رجل شهد بدرا، وأهل بدر لهم ميزة في الإسلام ليست لغيرهم، لأن كاع اللي شهد يعني الغزوات ما كيقولكش فلان الأحدي ولا فلان الخندقي، ما كيقولك فلان البدري، لأن بدر كانت في أول الإسلام وكانت فرقانا بين
الإسلام والكفر، فمن شهد بدرا فهذا دليل على ميزته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدريك. حاطب رضي الله عنه بعث بكتاب إلى المشركين يخبرهم فيه بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم. طبعا كتعرفوا بأن الحرب كيكون فيها تخطيط وكيكون فيها يعني تكتم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها كيبغي يمشي لهنا وكيوهم من يراه ويطلع على أحواله بأنه سيقصد مكانا آخر، باش تيلا شي واحد بغى يتجسس وينقل الكلام ينقل هذاك الشيء مخربق، ما ينقلوش على وجهه. فيعني هذه كتسمى أمور يعني ينبغي التستر عليها. لكن يعني حاطب رضي الله عنه أرسل بكتاب مع امرأتي مع ضعينة من أجل أن يخبر المشركين بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل في طلبها رجلين من الصحابة، يعني علي بن أبي طالب وآخر لعله المقداد فيما أذكر، فأتياها بروضة خخ، يعني واحد المكان يقال له روضة خخ، وهذا الحديث في البخاري، فقال لها: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فبحث في يعني متاعها فلم يجد شيئا، هما متأكدين بأنه راه عندها الكتاب. فقال: والله لتخرجين الكتاب أو لنجردنك. فأخرجت الكتاب من شعرها، يعني وضعته في عقاص شعرها، فإذا به خطاب للمشركين. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبحاطب، يعني تريث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنع؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، يعني إنه لم يكن لي عند المشركين من نسب ولا قبيلة ولا عشيرة، وخشيت أن يأخذوا مالي. فهو بغى يدير واحد يعني الخير في المشركين ويعلمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، باش حتى هما يقولوا يحفظوا له هذا الجميل ويخليوا له الدار ديالو ويخليوا له المتاع ديالو فلا يستولون على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، صدق حاطب، ولم يقل إلا خيرا. وقال: وما يدريكم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأقال عثرته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أسلوب من أساليب الدعوة التي تنفع، التي تنفع. من القصة الأخيرة هي قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرق الصحابة يعني تحت الشجر، تفرقوا تحت الشجر يلتمسون الظل، يعني واحد النهار في الحرارة وكل واحد كيمشي تحت الشجر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق سيفه بها واضطجع تحت ظلها، فجاء الأعرابي في غفلة من الصحابة فاختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالسيف صلتا في يد الأعرابي، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله، الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أعرابي، من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر، كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه أمامه، فجاء الصحابة فأخبره بقصته، فقال له: أسلم؟ قال: لا. إذا بشوف دابا المشركين والله يعني إحنا الله المستعان يعني نحتاج إلى بعض أخلاق أهل الجاهلية من المشركين، عندهم صدق، ما كاينش النفاق. قال له: أسلم؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. هذه غادي نعاهدك بها، ولكن الإسلام بقي ما اقتنعش بالإسلام ما يسلمش. فأقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته. كذلك قصة ثمامة بن أثال لما أسر فأتي به فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد وأخذ يعرض عليه الإسلام ويأبى ويقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على يعني صاحب حلم أو كذا. فكل مرة كيخليه حتى حس منه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قرب شوية إلى الإسلام، فقال: أطلقوا ثمام. فأطلقوه
فذهب إلى طائفة من النخل فاغتسل فجاء مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه يدعو إلى الإسلام. الشاهد هو أن قضية الأساليب الدعوية هي كثيرة جدا وتنوعها بحسب الحاجة إليها. يعني لا يحتاج الإنسان يستعمل هذا الأسلوب يستعمله، إن غلب على ظنه أنه لا ينجع مع هؤلاء فإنه يستعمل الأسلوب الآخر وهكذا. إذن هذا يعني ما يتعلق بالأساليب، وقد ذكرتها على جهة الاختصار ولم أستوعب ولم أستقصي، فالأساليب أكثر من أن تحصر، لكن هذه أهمها ويعني أشهرها كما ذكر في كتب أهل العلم. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وبيعني أسلوبه الحسن الذي كان يعطي الثمرة العظيمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.